حرام عليك انت بتعمل معايا كده ليه؟ انت حتى عندك بنت في سني. هو كده يا الدفع يا هنشر صورك في كل حته. ازيك يا هاي؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. حضرتك عايز بابا او كده؟ لا 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 خالص، ده انا عايزك انت يا هايدي. انا شفت اكونت الفيسبوك بتاعك وبعدين بصي لقيت عليه الصور دي، مش دي انت اهو؟ بصي انت اهو. ايوه بس الصور دي انا مش حاطه الصور دي على الفيس. الصور دي انا هروح اوريها لبابا عشان انا ما قبلتش حاجه زي كده. يا اوريها لبابا يا ترضيني باي حاجه. بس انا مش حاطه صور زي دي على الفيسبوك، انا حاطه صور اهو. انا عندي ما الصور اهي. انت اهو الصور دي متفبركه، معمول لها حاجات وايديت وكده. انا ماليش دعوه، خلاص هروح اوريها. انت اللي فين؟ انت اللي عامل فيها حاجه يا ست. خلاص نقول للاستاذ عبد الله ونتصور يتصرف، مفيش مشكله. قول لبابا. طب انت عايز ايه دلوقتي؟ انا عايز 1200 جنيه بس. كتير قوي، انا اجيبهم منين؟ ماليش فيه. ما انت هتجيب ال 1200 جنيه بالهدوء، يا اما نعمل شوشره. حرام عليك، ده انت عندك بنت في سني، يعني كلمه تدين تدان ممكن اللي بيحصل. لا 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 يا اختي ما تخافيش، لو حصل حاجه هعرف ان هي صور من الفابريكا. ها اروح اقول للاستاذ عبد الله. خلاص هحاول اجيب لك الفلوس بكره. حسبي الله ونعم الوكيل. 1200 جنيه الحقني بسرعه. عم محمد عمال يهددني بالصور اللي بنزلها على الفيسبوك ومفبركها ومركب صور. شو قلت لك ما تنزليش صور تاني على الفيسبوك اللي انت بتنزليها دي؟ ما هو اللي مركب الصور دي. والله انا بنزل صور عاديه. دلوقتي هنعمل ايه؟ بيقول لي هيروح يقول لبابا، انا مش عارفه اعمل ايه. ما ينفعش بابا يعرف، لو بابا عرف هيبهدل الدنيا. طب اعمل ايه دلوقتي؟ انا مش عارفه. قال لي عايز 1800 جنيه او 1300، مش فاهمه. يا لهوي، كل المبلغ ده ليه يعني؟ بيقول لي انا هوري الصور لباباكي، مش عارفه اعمل ايه. ستي ماشي خلاص، انا هتصرف. هتتصرف هتعمل ايه يعني؟ ستي مالكيش دعوه، انا هتصرف. لو ما مسحش الصور ده والله لموته. ماشي ماشي سلام. بقول لك يا عم، امسح الصور بتاعت اختي من عندك. انت عبيط يا ولا ايه؟ بقول لي انت عبيط يا عم، امسح الصور بتاعت اختي من عندك يا عم. انت الراجل بتاعها يعني؟ اه انا الراجل. طب لما انت الراجل مخليها تنزل صورها ليه على الفيسبوك؟ يا عم انت مالك انت؟ طب يا حبيبي انا بقى مش هاخد 1200 جنيه، انا هاخد 2000 جنيه. لا مش هتاخد حاجه، وهتمسح الصور يعني هتمسح الصور. الفلوس لو ما جاتش يا حبيبي، الصور محطوطه هنا ومحطوطه على اللاب ومحطوطه في كل حته. الفلوس لو ما جاتش يا حبيبي، اختك صورها هتروح في المنطقه كلها. يلا يا دكر، روح كده اعمل دكر علاقتك وهات الفلوس. يا هلا بالست لوجي. ازيك يا محمد، عامل ايه؟ الحمد لله يا لوجي. عامله ايه يا لوجي؟ القمر بتاعت العماره كلها. شكرا ربنا يخليك. خد يا لوجي تعالى اوريكي حاجه، بس اوعي تقولي لحد. مين دي؟ ايه ده، انت جبت الصور دي منين؟ جبت صور ايه؟ مش دي صورك ولا انا بيتهيأ لي؟ طب انت انا معيش صور زي كده، انت جبتها منين؟ يعني عم محمد بيكذب؟ اوعي ايدي. هات بس كده، انت جبتها منين؟ اتكلمت يا بنت. انت جبتها منين الصور دي؟ متفبركه ازاي يعني؟ انا الصور دي كانت على اوعي ايدي، الصور على اللاب فوق. هتاخد الموبايل، ما الصور على اللاب فوق. طب قول لي انت جبتها منين؟ طب عايز ايه؟ انا لوجي، انا بعاملك زي بنتي. انا اول ما شفت الصور دي قلت لا، كله الا لوجي. طب والنبي ابوس ايدك، ابوس ايدك والنبي. انا بابايا ومامتي منفصلين، ولو بابا عرف هيعمل لي مشكله والنبي. انت صعبت عليا قوي يا لوجي. خلاص هنزل لك المبلغ من 1200 ل 1000 جنيه بس. يا محمد طب انا مش عارفه انا هجيبهم ازاي. انا اي حبيبي الموبايل. يا محمد طب انا لو مامتي عرفت هتعمل لي مشكله والله. انا مالي، خلاص بقى يلا. طب 1200 امسح الصور وانا نفترض مسحتها، ما الصور على اللاب. وبعدين انت عارفه ان ماما سمعتها في المكان برضو، الناس كلها بصلها، نفسها تمسك عليها غلطه. روحي يا لوجي وتصرفي في المبلغ. روحي صرفي في المبلغ عشان سمعتي. يا محمد طب النبي اعمل لك ايه طيب؟ يا استاذه ريهام اروح؟ لا طب اتكل على الله، يلا الفلوس تبقى عند بكره. ما انتوا خايفين قوي كده، عاملين نفسكم بقى بنات وحلوه وبتاع. يا كريم يا كريم، الحق عم محمد اكيد انت عارفه صح؟ اه عارفه. ماسك عليا صور، ولو ماما عرفت، ولو ماما كمان عرف هيوديني انا وماما في داهيه. يا نهار اسود، وانا مش عارفه اعمل ايه دلوقتي. طب هو عاوز عشان يمسح الصور دي؟ عايز 1000 جنيه وانا مش عارفه اجيبهم له ازاي. طب نجيب منين ال 1000 جنيه دول؟ وانا مش عارفه، وانت عارف ان العماره كلها ماسكه على ماما تكه بالظبط وهتمشيها، وانا مش عارفه اعمل ايه. خلاص انا هروح. طب هتروح له تعمل ايه؟ ما هو برده ما... انت معاك الفلوس اللي هتديها له؟ هروح اموته. يا الدفع يا لا. عم محمد مساء
سلام اما تشوف القرف اللي دخل علينا ده. ايه يا واد عايز ايه؟ امسح الصوره بتاعت محمد. انت الزول بتدود يا ام محمد، انت مين اصلا؟ هي كانت اختك ولا كانت من بيت عيلتك؟ يلا يا بنتي كده عشان ما زعلتش. ولا مش هتمسح الصوره ولا لا؟ يا ده هتجيب الجمال ده. طب اوعى يا انا عايزاك في موضوع مهم قوي. انا اللي عايزاك في موضوع مهم قوي ولازم اقوله لك. طب انا اللي عايزاك في موضوع مهم جدا. طب اسمعيني قولي. عم محمد ماسك عليا صور وبيقول ان هو هينزلها على الفيس. انا كمان برضو ماسك عليا صور برضو بيقول هيوريها لبابا. طب انا مش عارفه اعمل ايه. وانت زي ما انت عارفه العماره ماسكه على ماما تكه وهتمشينا. انا مش عارفه اعمل ايه. طيب وانت عارفه بابا لو عرف وعارفه يا انت عارفه هيعمل ايه. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ انا مش عارفه. لو احنا عندنا الحل عبد الحسن الدال لا هو اللي في بالك. هتعملوا ايه؟ ياسمينة الحلوة. الحمد لله يا ياسمينة. انت عارفة انا بحبك قد ايه؟ اه عارفة. بصي يا ياسمينة مين دي؟ الله الصور دي حلوة. صور اللي حلوة يا بنتي. ده بصي الصور عاملة ازاي؟ الصور حلوة. صور اللي حلوة يا بنتي. هي مش دي انتي؟ لا مش انا. انت اهو. لا دي مش انا. انا بص انا هوري الصور دي لباباك. وريك. هوريك. انت مش خايفه؟ لا مش خايفه. بابا عارف ان دي مش صور. يعني ما هو وشك اهو يا بت اهو. دي مش انا. يعني الصور دي متفبركه؟ اه. طب هو بقى كده متفبركه. يا تدفعي اوريها لباباك. انا وديك اصلا ب60 ده. هروح اقول لبابا هو اصلا مش هيصدق. يا بت الصور بتاعتك. يا بت مش فارق معاك. يا بت الصور بتاعتك بت. واو. ازيك يا حبيبي بابا؟ عامله ايه؟ ايه الاخبار؟ هو ايه بتهوى. عملت ايه في الامتحان؟ الحمد لله. بس هروح اريح شويه عشان بس. بس بقول لك يا وعد اوعي تنزلي صور على الفيسبوك. ده من ساعه ما انت قلت لي ما بنزلش. اه لحسن ولاد الحلال كتير. خلاص؟ ماشي. ولا تنزلي على الفيسبوك ولا اي موقع. عشان في ناس كده مش ولا بد يعني بتاخد الصور تركبها على صور كرتون. خلاص يا حبيبي بابا؟ ما تنزليش صور على الفيس خالص. انا اصلا من ساعه ما انت قلت لي مش بنزل. برافو يا حبيبتي. اطلعي بقى وانا هتصرف. خلاص ما تنزليش صور على الفيسبوك بدل اللي بنعمله في الناس يطلع علينا. ايه ده حسن كريم جاي لي اهو. بص كده. ايه ده اللي انتوا عملتوه ده؟ مش ده اللي هجيب لكم حقكم. ما ينفعش اللي انتوا عملتوه ده. هو ده اللي هجيب لكم حقكم. كده ما ينفعش كده. احنا هنروح في 60 ده كلنا. مش هنروح في 60 ده. مش هو ده مش هم عملوا مش هو عملوا كده. احنا مش زي الراجل ده. هو راجل مش محترم بس احنا مش زيه. احنا ما نعملش زيه. معانا ولا مش معانا؟ احنا معانا ولا مش معانا؟ احنا عايزين نجيب لكم حقكم. طب معانا ولا مش معانا؟ معاكم. طالما بتضحكوا كده يبقى الفلوس جهزت صح؟ لا في حاجة احلى. الفلوس عايزين 10000 جنيه. 10000 جنيه بتوع ايه؟ بس كده. ايه رايك؟ ايه ده بس كده؟ اتفاجئ حلو ولا ايه؟ عايز حاجه؟ اوعى بس تقول انت عاملين ايه؟ انا محمد. طب استنوا انا همسح الصور بتاعتكم. قلت لك على اول مره كام تقولي كده؟ انا همسح الصور بتاعتكم والله. لا احنا عايزين ثواني بس. انا بنتي ما بتنزلش صور على الفيس. ازاي عملت الصور دي؟ مالكش دعوه احنا اتصرفنا يا جماعه. طب خلاص يا حسني. خلاص ده انا قد باباك قد باباك. خلاص يا هايدي. خلاص يا روشة. مش انت عملت كده؟ يا عم خلاص والله العظيم همسح الصور اهو. شفت بقى مش همسحها. شفت بقى الخوف اللي كان عليك بقى كام؟ 10000 جنيه تبيع موبايلك تبيع شقتك تبيع بقى اي حاجه حلوه. يا جماعه 10000 جنيه كتير. ده انا عملت كده عشان محتاج فلوس اصلا والله. احنا عايزين بقى 10000 جنيه على فكره. والله العظيم انا لولا الحوض ولولا الفقر مش عملت كده. ده انا غلبان. مش همسح الصور بقى ال 10000 جنيه. وانت قلت لي لو المكان اللي الصور كلها اهو اهو كل الصور اهي. مش هو على فكره قال ان في علاج. همسحها انا بقى. مش همسحها. صاحب ليا. استنى وحياة النبي. لا سيب بس كده. سيب حرام عليك. طب خدوا معايا علاب جوه. خلاص خلاص يا بنات. خلاص والله العظيم والله العظيم ما هعمل كده تاني. ابص رجليكم. والله العظيم ما هعمل كده تاني بنتي. لا حرام عليكم مش هعمل كده تاني. عايز حاجه يا عم محمد؟ يا عم مش عايز حاجه. انا حقك عليا يا حبيبي. لا حقك عليا. عايزين 10000 جنيه. 10000 جنيه كده هتصرف والله. هتصرف والله. يا اما شوفها بقى على النت. ماشي. لا 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 هجيبهم والله هجيبهم. سلام. الله يخرب بيتك يا وعد. قلت لك ما تنزليش صور على الفيس. في ايه بابا؟ ان شاء الله قلت لك 100 مره ما تنزليش صور على الفيس. انا ما نزلتش والله. امال ايه الصور اللي العيال جابتها دي؟ العيال كانوا جايبين صور وبعتلها لي. بص الصور عامله ازاي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده صور متفبركه يا بابا. ما عارف انها متفبركه. ما هم واخدينها من عندك من على الفيس. انت حطيتي صورك فين؟ انا ما حطيتش. دي ماما تلاقيني اللي حاطط. مش انا. وماما تحط زفت صور على الفيس ليه؟
مش عارف هم عملوا معايا كده ليه. هم عملوا معاك كده ليه؟ انت عمرك ما عملت حاجه غلط معاهم. انا عمري ما عملت حاجه غلط معاهم ولا مع حد. مش عارف عملوا معايا كده ليه. طب انا هتصرف. امشي 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 وطيني في داهيه. لا اله الا الله لا اله الا الله. يا حبيب بابا فين؟ عم محمد ده صورني صور متفبركة. محمد اللي معانا في العمارة؟ هو ده عمل صور متفبركة لمين؟ ليا. ليه؟ وبيقول لي هوريها لباباكي. قلت له هوريها لباباكي؟ قلت له انت وريت الصور ديت؟ قال لي بابا. قلت له بابا مش هيصدق. طب ماشي سيبيه انا عم محمد ده انا هوريه. الراجل الكبير ده انا هوريه وهعمل فيه ايه. روح انت يلا انت عندك درس صح؟ يلا ما تتاخريش. ماشي يا محمد. وازاي ما قلتليش يا لوجي؟ ما انا يا ماما كنت خايفه لان معظم الناس ما يعني معظم الاهالي ما بيثقوش في ولادهم. يا حبيبتي ازاي يعني لو ما قلتليش انا مين مين اللي هيساعدك وما هتقولي لمين؟ ما انا كنت خايفه لحسن وكمان بابا لو كان عرف كان هيحصل مشكله بس احنا خلاص حليناها. يا حبيبتي برضه لازم كنت تقولي لي. انا كنت هشرح لباباكي واعرفه الموقف ازاي. لكن ما ينفعش تعملي حاجه وما تقوليش عليها. ما انا كنت خايفه والله وانا كنت خايفه ان انت ما تسمعينيش وما تثقيش فيا تاني. خلاص خلاص والنبي خلاص والله ما هعمل حاجه تاني. والله ما ينفعش تقعد معاه. لا مش حاجه شخصيه مش مقدره. ادي اللاب بتاعك اهو اللاب بتاعك اهو. والله ما هعمل حاجه تاني. والله ما هعمل حاجه تاني. والله ما هعمل حاجه تاني. خد هدومك وغرف داهيه. ما تجيش تاني عندنا. امشي من هنا. عشان خاطر بنتي. بس 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 عشان خاطر بنتي. خد هدومك وامشي. عشان خاطر بنتي والله ما هعمل حاجه تاني. امشي من هنا. عشان خاطر بنتي والله ما هعمل حاجه تاني. امشي من هنا. امشوا. امشوا من هنا. خلاص خلاص خلاص. عشان خاطر بنتي والله ما هعمل حاجه. خد هدومك وامشي. عشان خاطر بنتي. يلا امشوا امشوا.